الأخبار من ATV العدالة وفيها الغانم معلنا عن تقديم قانون البدون، اجتهاد قابل للطرح والمناقشة. الصحية البرلمانية، إضافة شرائح جديدة للمستفيدين من التأمين. الهاشم تقترح دمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديم مشروع قانون البدون مع مجموعة من النواب، مشددا على أن القانون ليس قرآنا بل قابل للطرح والمناقشة، ولا بد من إيجاد حل جذري عادل وشامل. وفيما يخص إنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين، أوضح الغانم أن القانون سيقدم قريبا. أبلغكم بأن قانون البدون قدمت يوم صباح يوم الخميس مع مجموعة من النواب، وفي مجموعة كبيرة من النواب وقعت على نفس القانون لكن بصيغ فيها بعض الاختلاف في وجهات النظر. وأنا سيوزع عليكم القانون الآن، وقد يسأل سائل ليش ما وزعناه يوم الخميس. أنا متعمد فقط لأثبت حقيقة واحدة لكم، أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتوى القانون أو مضمونه، وهذا فعلا ما حصل. يعني اللي هاجم القانون من الخميس إلى اليوم وأنت بعد ما قريته، هذا دليل بأنك أنت يعني لديك أمر مسبق بأن تهاجم بغض النظر عما فيه من محتوى. القانون سيوزع عليكم الآن، هو اجتهاد تذكروا من شهر أبريل الماضي، وبناء على توجيهات سامية بضرورة الإسراع من قبل السلطتين بحل هذه المشكلة. احنا في السلطة التشريعية تداعينا مع مجموعة من النواب، وخلال الصيف كان في عمل جبار وجهد كبير، التقينا مع ناشطين، التقينا مع المعنيين، ولا زلنا ايضا نلتقي. القانون ليس قرآن، قابل للنقاش، قابل للزيادة، قابل للنقد، قابل للطرح، لكن على الأقل قدمنا واجتهدنا في تقديم حل. القوانين يتم توقيعها وتقديمها في مجلس الأمة، مناقشة التفاصيل الفنية فيها من خلال اللجان تقر في قاعة عبد الله السالم، ويتم التصويت عليها في قاعة عبد الله السالم. أما طرحها للرأي العام فبالتأكيد لا يكون داخل المجلس، يكون كما يحدث في كل القوانين السابقة في الاستجوابات، يكون جمعيات النحف العام، ندوات، الدواوين، الأماكن اللي أوصلتنا إلى مجلس الأمة. نحن نجتهد، غيرنا يجتهد، لكن على الأقل يجب أن نجمع بأنه يجب أن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة. المنطلقات التي أنطلق منها كما قلت في السابق بأنه حل عادل وشامل قدر المستطاع، يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة. هذا فيما يتعلق في موضوع فيما يتعلق في القانون الآخر اللي يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين، أيضا سأقدمه وأتحدث لكم، وبعدها يطرح لي الرأي العام ويناقش في مجلس الأمة في القريب العاجل إن شاء الله. بدوره قال النائب محمد الدلال أن اللجنة التشريعية وافقت على جزئية من مقترح قانون البدون، وهي أن من يحصل على الجنسية يقسم أمام لجنة مخصصة، لكن اللجنة اعترضت على الجزء الخاص بأعضاء اللجنة لوجود شبهة مخالفة دستورية. هو تحديدا القانون هذا يتكلم عن أنه من يحصل على الجنسية يقسم أمام لجنة مختصة، قسم اللي هو قسم دخول الجنسية الكويتية. هناك بعض الدول تمارس مثل هذا الدور، وهذا تعطي نوع من الانتماء الوطني. والمبدأ هالجزئية هذه في القانون المقترح لا بأس فيه وتم الموافقة عليه. الجزئية الثانية أن تشكل لجنة هي التي تقوم بعملية تلقي القسم، ولأن اللجنة فيها المقترح كان عضو مجلس أمة وعضو من السلطة القضائية وعضو من الوزارة، ف
فكان هناك اعتراض أن قد تكون في شبهة مخالفة الدستور بوجود عضو مجلس الأمة أو عضو السلطة القضائية، لأن هذا نوع من تداخل في الاختصاصات وفقا للمادة 50 والنصوص الدستورية الأخرى، ولذلك اللجنة لم توافق على هذه الجزئية. فكان القانون من نصين ووفق على من ناحية الدستورية يتكلم الآن، لأن هاي تروح إلى لجنة الداخلية الدفاعية التي تبحث المواءمة والملائمة والجوانب التفصيلية، لكن الناحية الدستورية القانونية لا، نعم ركزنا وافقنا على الجزئية الأولى ولم نوافق على الجزئية الثانية. اجتمعت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية لتنظيم أولوياتها، ومن ضمنها قانون العمل الخيري والتأمين الصحي للمواطنين بإضافة ربات البيوت والمعاقين وشرائح أخرى خاصة. وارتأت اللجنة دراسة وتقديم إضافة شرائح أخرى للمستفيدين من التأمين الصحي، نظرا لأن وزير الصحة لم يضف شرائح أخرى. اجتمعت اللجنة الصحية اليوم، وذلك لوضع آلية عمل اللجنة وترتيب الأولويات، ومنها قانون العمل الخيري. طبعا هو مشروع قانون واقتراح بقانون بالنسبة للعمل الخيري. قانون كان مدرج على جدول الأعمال وعيد اللجنة بسبب وجود بعض التعديلات، وتم دراسة التعديلات وجاهز للتصويت داخل اللجنة. أما قانون المساعدات، اتفقت اللجنة على استعجال مناقشة تقريرها المدرج على جدول الأعمال بخصوص المساعدات، وذلك لأهمية التعديلات التي أجرتها اللجنة في قانون المساعدات، ومنها ما يتعلق بتخفيض سن المرأة المستفيدة من القانون الحالي 55 سنة، فاللجنة عدلناه إلى 50 سنة، بحيث المواطنة الكويتية اللي عمرها 50 تستفيد من هذا القانون، وهذا يهم شريحة كبيرة جدا المواطنين. فأعتقد أنه الآن أعتقد في عليه شبه إجماع من النواب بحيث أنه يصوت على هذا التعديل، بدل ما يكون 55 سنة إلى 50 سنة تستفيد منها المواطنة الكويتية. أعلنت النائبة صفاء الهاشم عن تقديمها اقتراحا برغبة بدمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية، وخلق وظيفة مدرس مترجم في المدارس للمساعدة في شرح الدروس، بدلا من عزلهم في مدارس خاصة، مع تعزيز وبث روح التعاون ما بين الطلبة وتشجيعهم بحيث يتم تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على التواصل وتحسين مستواهم التعليمي، على أن يتم طرح منهج دراسي لاعتماده في منهج التربية كمادة تعليمية حتى يتواصل أقرانهم معهم وتكون مادة أساسية في المنهج. أشار النائب خليل أبول إلى وجود لغط كبير حول قانون معادلة الشهادات بسبب وجود خلل في تفهم القانون، مؤكدا أنه لابد أن تتم المعادلات لجميع الشهادات والتخصصات سواء في الداخل أو في الخارج حتى يتم العمل بها بالكويت. فيما يخص قانون معادلة الشهادات، هناك لغط كبير، وصدر خبر اليوم أن الفتوى والتشريع يوقفون العمل بالقانون. أعتقد هناك خلل في فهم هذا القانون، وإحنا وأنا أتكلم بصفتي عضو في اللجنة التعليمية، أنا مصر على أن المعادلات تتم لجميع الشهادات في جميع المجالات وفي داخل والخارج. هذا إصرار شديد، يجب العمل، لا يمكن القبول بأن تكون هناك أي شهادة غير معادلة يتم العمل بها في الكويت. هذا واحد. رقم اثنين، القانون في مادة الرابعة يعطي صلاحيات موسعة للأخ معالي وزير التعليم العالي واللجنة بالاستثناءات وتكييف العمل بالقانون. الآن لأن وزارة التعليم العالي ما عندها الإمكانيات والموارد البشرية ولا تريد أن ترتبط بمثلا وزارة الصحة أو غيرها في المسألة، هذا أمر آخر. الخلل ليس في القانون، الخلل في آلية تطبيق القانون. لذلك الكلام عن تعديل القانون أعتقد سابق لأوانه، يجب النظر في الآليات من خلال اللائحة التنفيذية، وهناك إصرار وتم الاتفاق أيضا. أنا حضرت اجتماع مع الأخ دكتور محمد دشتي في الجمعية الطبية، وكان عنده وجهة نظر سليمة 100%، ونؤيد هذه الملاحظات اللي ذكرها. وأعتقد وأنا مصر على أن الحل في اللائحة التنفيذية وليس في القانون نفسه. ودون شك عندما تعرض القانون على مستشارين أينما كانوا راح يقول لك والله إحنا ما نقدر نعتمد شهادات جامعات أخرى ولا نعادل شهادات جامعات برا، لا نعتمدها ونصر عليها حفاظا للمجتمع
وحفاظا لأجهزة الدولة من توغل أصحاب هذه الشهادات سواء كان جديد أو كان في السابق داش بشكل غير سليم وصحيح من خلال شهادات غير معادلة وغير معتبرة ويعملون بها. أوضح وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ردا على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح أن عدد الموظفين الذين انتهت خدماتهم بالاستقالة بناء على رغبتهم بلغ 196 موظفا في الوزارة و94 في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2018. وأضاف الخراز أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة بفحص الملفات وحساب المديونية ومن ثم إرسالها إلى الإدارة المالية لمتابعة التحصيل ومخاطبة الجهات المختصة وزارات وهيئات الدولة، برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسوية المديونيات المستحقة عليهم، وفي حال عدم تسويتها يتم تحويلها إلى الشؤون القانونية لرفع الدعاوى القضائية. وقعت وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة الكويتية للتموين مذكرة تفاهم تتضمن تنسيق التعاون فيما بينهم لاستغلال منافذ شركة التموين كنافذة لترويج المشروعات الشبابية التي يمولها الصندوق. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن المذكرة تأتي استكمالا للدور الوطني الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر وحيد لذلك الدخل، تحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد في رفع مكانة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي، وإضافة إلى الخطوات العديدة التي خطتها الوزارة في هذا الصدد تشريعيا وعمليا. الحمد لله تم توقيع مذكرة التفاهم ما بين وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة الكويتية للتموين، وهذه المذكرة أتت للتنسيق والاستفادة من منافذ البيع الموجودة لدى الشركة الكويتية للتموين للترويج ولدعم الشباب الكويتي المبادر والممول من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة. وهذه المذكرة أتت تحقيقا لرؤية سيدي صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كويت جديدة 2035. وزارة التجارة سوف تسعى دائما لدعم الشباب الكويتي ولإزالة كل المعوقات التي تواجه الشباب الكويتي حتى لا يكون له إلا خيار واحد وهو خيار النجاح. تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وشركة الكويتية للتموين لإتاحة فرص للمبادرين في المراكز للتموين بفرص مجانية، مساحات مجانية، ونتطلع إلى المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللي تعود بالمصلحة للمبادرين والكويت.